اللي غادي نقدر نقول لك هو ان عائشه الحبوسي ما عندهاش سر ولكن بدلت الريشه والالوان بالخيط والصناره وكملت رحلتها مع الابداع ومع مع الفن ومع الالوان و وبصراحه نقدر نقول لك انني ما تخليتش على الواني ولكن حتى هي ما تخليتش عليا في الفتره ديال اللي كنت فيها كنعيش معاناه وخا ما نتكلم بزاف على المعاناه وانما اللي كنشوف هو ان المحنه رجعت منحه والالم رجع امل وعائشه ما زالت تواصل الرحله مع الامل ومع الالم ومع كل شيء القصة ديالي تقريبا معظم الأصدقاء كيعرفوها كي هو أنني في خلال رحلة رحلة طالت طال الأمد ديالها واحد الخمس أزيد من خمس سنوات كنت كان فيها شنو غادي يمكن لي ندير بدل ممارسة الفن بدل الصباغة بدل يعني داك المجهود العضلي والجسدي اللي كتطلب الصباغة وكتطلب الفنون التشكيلية ما كانش عندي القدرة أنني نزاول الفندية الفن ديالي بأريحية وبكل قوة وبكل هذا بقيت كنخمم شنو غادي يمكن لي ندير خديت في الأول كوم باغ هازار لو كروشي والصوفة وبديت كنشتغل كان مشغولات يدوية عادية مشغولات بسيطة لي بوني لي كاشني لي, لي, بتي لي في بتي شوسون صغار داكشي الاخر قلت لا هذه ماشي هي عائشة عائشة خصها دائما تبقى عندها داك داك الحس الابداعي داك الحس الفني ونحاول نخرج شي حاجة اللي ما داروهاش الناس يعني عائشة كتحب التميز كتحب الابداع كتحب الالوان كتحب شي حاجة اللي هي فيها فيها خلق خلقوا فيها يعني جديد فبقيت حتى في الاول درت وريضه درت صباره صغيره درت هذا بقيت بشويه 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 حتى جاتني الفكره انني نختار تيمة اللي هي الصبار ولقيتها بانها غنيه بالاشكال غنيه بالالوان غنيه بالاسرار غنيه بالاشواك والأشواق انا ما كنسميهاش اشواك ولكن... لانه لانها نبته سحريه كتسحرني في الطبيعه كيسحرني كما قلت لك جمالها كيسحرني الوانها كيسحرني اشكالها وتحت لي فاريتي كاين بزاف كاين دي طون دو فاريتي فلا ناتور واختاريت هاد التيمه هادي واستمديت منها الصبر اولا لان كنشوفو ملي كنشوف الصبر الصبر كنشوف هذيك لا ديالو في الطبيعه استمديت منه ديك لا استمديت منه التحدي يعني هو كيتحدى مجموعه ديال ديال يعني تقلبات ديال الطقس في الطبيعه وداكشي مازال مازال عائشه كتقاوم المرض ومازال كتقاوم الالم ولكن الحمد لله انا كنقول دائما كتستمر الحياه مع الامل كتستمر الحياه مع مع الصبر ومع الصبار كذلك وانا انا كما قلت لك كنستمد الصبر كنستمدو من 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 الصبار ديالي وكان وكان واصل المشوار والحمد لله ما يكون غير الخير انا كان وعدكم رغم الالم غادي يكون دائما امل غادي نواصل الابتسامه وغادي نواصل الامل وغادي يكون يكون خير